أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله الصلاة في بيوتكم الصلاة في بيوتكم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في مثل هكذا مواقف المسلمون جميعهم يمرون في هلع وخوف من هذا المصاب الجلل الذي ما هو إلا جند من جنود الله عز وجل يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء والإنسان العاقل المؤمن الحق هو الذي دائما يتذكر حين الابتلاء وحين المحن يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه يؤجر الإنسان على الابتلاءات والمحن ولكن مع صبره أيضا لا بد أن يفوض أمره لله جل وعلا مع هذا الوباء أيها الكرام فيروس كورونا الذي زرع الهلع عند الصغير والكبير والصحيح والسقيم الإنسان عليه أن يأخذ احتياطه وحذره انطلاقا من قول الله عز وجل خذوا حذركم لأن الأمر ليس بالهين بل الأمر عظيم جدا هذا المرض الخطير ينتشر كما قال أهل الاختصاص من الأطباء ينتشر بسرعة كبيرة ماذا يفعل الإنسان هكذا؟ عليه أن يحتاط وأن يبتعد عن كل المخالطات وأن يلزم بيته لينفع نفسه وغيره لأن بهذه الطريقة أيها الأحباب لما كل واحد منا يقعد في الدار تاعه ويبتعد عن جميع الأماكن التي فيها الازدحام ولا يخرج إلا للضرورة فقد أطاع الله عز وجل وإني أذكر نفسي وإياكم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يحفظه مجموعنا أو جميعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه في مرض الطاعون
قال أنه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لزم بيته ثم مات سواء في بيته أو في غير بيته بسبب إلزامه البيت هروبا من الطاعون قد رزق الشهادة، يعني شهادة من عند الله عز وجل يموت شهيدا. الإنسان يلزم بيته ولا يؤذي غيره. كثير منا للأسف الشديد يتساهل ويأخذ الأمر مأخذ الهزل والمزاح أو المزاح فيؤذي غيره. يا أخي الكريم، اعلم أن النفس عظيمة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أماتها فقد أمات الناس جميعا. قد تخرج يؤذونك أو تؤذي غيرك، إن أوذيت ومت وأنت تعلم أن الخروج يسبب لك الأذى فقد قتلت نفسك. احفظها أو احفظها يا أخي الكريم، إذا خرجت وخالطت الناس في هذا الوقت بالذات، الوقت الحرج، وأوذيت ومت فقد قتلت نفسك. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. أيضا إذا آذيت غيرك وتسبب غيرك بالإيذاء فقد قتلتهم، وقتل النفس عظيم عند الله. في كل الأحوال أيها الإخوة الكرام، الإنسان يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، يتضرع إلى الله عز وجل بالبكاء، يكثر القرآن قراءة وتصفحا، يرد المظالم إلى الناس، يأخذ السماح من الناس، لأنه ما يدريك لعلك أخطأت في حق خوك ولا أخطأت في حقك بهذه، لأن الله عز وجل أمرنا بالتضرع، أمرنا بالتسبيح، أمرنا بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ربي إن شاء الله يحمينا، وربي إن شاء الله يرفع عنا الوباء. ودائما رددوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان يقول على الدوام: اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ادعوها في الصباح وفي المساء في كل أحوالكم، لأن من أنزل الباء والوباء هو الذي يرفعه، وإذا مرضت فهو يشفين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.